أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 15 يوليو وبينتهي بيوم الجمعة 21 يوليو، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه على مواليد برج الجدي خلال الأسبوع ده. مواليد الجدي الأسبوع ده عندكم 5 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم. الخمس أيام دول هم يوم السبت ويوم الثلاث والأربع والخميس وكمان يوم الجمعة. الأسبوع بيبدأ والقمر يوم السبت موجود في منزل الصحة الإيجابي، وده كمان منزل العمل الإيجابي. يعني يوم السبت عندكم منتهى الطاقة والنشاط والحيوية، وتعرفوا أنكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم. عندكم كمان في يوم السبت منتهى الإصرار أنكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. كمان اللي بيقوي عندكم أكتر الطاقة والحماس وجود المريخ في منزل الحظ طول الأسبوع، فبيديكم معظم الوقت منتهى الحماس والطاقة اللي تساعدكم أنكم فعلا تقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه. أما يوم الثلاث والأربع والخميس فدول 3 أيام القمر موجود في منزل المدخرات بالنسبة لكم، يعني 3 أيام تقدروا تعملوا فيهم مكاسب مالية، تعرفوا تديروا الأمور المالية بمنتهى الحكمة وتاخدوا قرارات سليمة، سواء في بيع أو في شراء. لو عايزين تعرضوا حاجة للبيع أو كنتوا بتشتغلوا في مجال مبيعات، هتقدروا أنكم تعملوا مبيعات كويسة أو تبيعوا حاجة يمكن كانت مش عايزة تتباع. فممكن لو في حاجة متعلقة ومش عايزة تتباع بقالها فترة، عندكم 3 أيام الحقيقة هم مش 3 وبس، كمان الجمعة نزوده، لأن الجمعة القمر في منزل الحظ بس هنجيله في الآخر يوم الجمعة. ناخد دلوقتي 3 4 5، لو عايزين تعرضوا حاجة للبيع هيكون عندكم حظ جدا في بيع أي حاجة مش عايزة تتباع إن شاء الله. كمان في يوم الثلاث والأربع والخميس 3 أيام هايلين لتخليص الأمور البنكية، هيكون عندكم أفكار ملهمة تساعدكم أنكم تزودوا مدخراتكم أو أملاككم أو تعرفوا تعملوا عموما زيادة مالية. فعشان كده دول لو بتخلصوا حاجة في البنك تعرفوا بسهولة تخلصوها، وفي نفس الوقت لاقوا الأفكار أو تحسنوا التصرف في مدخراتكم. كمان في الثلاث والخميس في الشغل، الثلاث واربع وخميس في الشغل عندكم 3 أيام بتخططوا فيهم حلو لمستقبلكم، عندكم رؤية أوضح دي تساعدكم تخططوا كويس، والظروف كمان ممكن تساعدكم أنكم تكتشفوا معلومات كانت خافية عنكم، وده يساعدكم أكتر في تنمية المدخرات أو تنمية الأعمال وفي التخطيط كمان للمستقبل. يعني أشوف أنه دول 3 أيام حلوين جدا، بس كمان يوم الجمعة أحلى وأحلى. يوم الجمعة هيكون القمر في منزل الحظ، وأنا أشوف أن الجمعة ده يعتبر من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده. فالحظ بيحالفكم على كل الأصعدة، يوم حلو لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر، الحظ بيحالفكم جدا في السفر، تقدروا تستمتعوا بوقتكم سواء كان سفر شغل أو فسحة. كمان تعرفوا أنكم تلتقطوا الفرص المتاحة، وتعرفوا أنكم تزودوا معرفتكم، عندكم استعداد للمعرفة كبير، وده يساعدكم تعملوا تطور في مجالكم المهني أو في الكارير بتاعكم. كمان لو أنتوا في مراحل دراسية أو بتعملوا كورسات أو دراسات عليا، كل ده تقدروا أنكم في الدراسة تحصلوا معلومات بصورة أكبر، تركيزكم هايل، وتقدروا أنكم تحققوا نجاح أفضل. فأشوف أن الجمعة يوم إن شاء الله يكون الحظ على كل الأصعدة بالنسبة لكم.
فدول 5 أيام بس، فاضل يومين، يومين بس اللي الحظ فيهم مش رائع، محتاجين تكونوا مركزين خلالهم عشان بس ما يحصلش أي أخطاء تندموا عليها. مين هم اليومين دول؟ هم يوم الحد والاثنين. يوم الحد والاثنين القمر في مواجهة برجكم طول اليومين، وده بيخليكم مشتتين. وجود القمر في مواجهتكم معناها انه في كشاف نور جاي في وشكم بيخليكم مش شايفين طريقكم، فلازم تتأنوا جدا. يومين مش مناسبين للمغامرة، ففي الفلوس ما تغامروش ابدا في اي قرارات بيع او في شراء. كمان لو انتم متجوزين ممكن تكونوا عرضة لمشاكل زوجية، فضروري تاخدوا بالكم ما تدخلوش في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي لصدام مع شركاء الحياة. حاولوا انكم تكونوا متسامحين ومرنين اكتر في التعامل مع شركاء الحياة، بس عشان تتفادوا اي خلافات. كمان في يوم الحد والاثنين لازم تكونوا منتبهين لحقوقكم، ممكن تبقوا عرضة انه حد ياخد حق من حقوقكم او حد يوقعكم في اخطاء، فحاولوا تكونوا يقظين تحموا مصالحكم وتحموا حقوقكم في اليومين دول بالذات. يعني هما يومين مش مناسبين ابدا لتوقيع اي اوراق او عقود، فنصيحتي ليكم يعني يفضل تاجلوا اي توقيعات لو انتم مطالبين يعني بتوقيع اوراق او عقود، يفضل ما تتعملش في اليومين دول في الحد والاثنين. كمان يعني اشوف انه في الحركه وفي السواقه مهم جدا تاخدوا بالكم انكم التركيز ما هوش رائع، فلازم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. كمان في النواحي القانونية لازم تبقوا منتبهين وملتزمين في النواحي القانونية، لان اي مخالفات في القانون من السهل اكتشافها في اليومين دول حد واثنين. يعني خليكم ملتزمين، حتى المخالفات في المرور سهل اكتشافها في اليومين دول، فبلاش مخالفات في المرور. هو طبعا يفضل طول الوقت ما فيش مخالفات يعني بس احنا بنأكد على انه سهل اكتشافها في يوم الحد والاثنين. كمان بالنسبة للناحية الصحية مهم جدا انكم تنتبهوا اكتر لصحتكم، وتحاولوا يعني تحموا نفسكم من اي عدوى، تقووا مناعتكم، بس علشان يعني اليومين يعدوا ان شاء الله بسلام اللي هم يوم الحد والاثنين. بس يعني الحمد لله في 5 أيام حلوين الحظ بيحالفكم خلالهم، استغلوهم. وبس لو اخدتوا بالكم في الحاجات اللي قلناها يوم الحد والاثنين هتلاقوا الاسبوع كله حلو وكل اسبوع وانتوا طيبين.